لم تنتظر الرياض طويلا قبل أن ترحب بموقف عضو اللجنة الثورية لجماعة أنصار الله الحوثيين يوسف الفيشي، الذي دعا إيران إلى عدم استغلال الأزمة والكف عن ما وصفه بالمزايدات. ففي أعقاب اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي حضره أيضا وزراء خارجية اليمن والأردن والمغرب، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن التصريحات إيجابية، مجددا الدعوة إلى حل سياسي في اليمن يستند فيما يستند إليه إلى المبادرة الخليجية. نحن نعتقد أن حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون سياسيا يستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والحوار الوطني اليمني، وكذلك على قرار الأمم المتحدة 2216. ولهذا السبب نحن نساند بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ونرى أن حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون مسار يمني يمني. موقف الرياض هذا ردد أصداؤه وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الذي أكد تمسك الحكومة بحل سياسي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216. المفاوضات السياسية التي تدعمها الحكومة اليمنية ويدعمها التحالف في مقدمتها المملكة العربية السعودية هي المفاوضات لتنفيذ القرار 2216 برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام السيد إسماعيل البشير. ذلك هو المسار الوحيد لمفاوضات سياسية مع الحكومة التي يقف التحالف معها لدعمها. أي شيء آخر هو شيء عملياتي وليس سياسي. في واشنطن رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بخطوة تبادل الأسرى الأخيرة بين الرياض والحوثيين، مجددة الدعوة إلى حل سياسي في اليمن. لقد اطلعنا على التقارير ونحن نرحب بذلك. إن كان عبر الحوار سيتمكن الحوثيون والسعوديون من وقف الأعمال العدائية في اليمن، نحن بالطبع نرحب بذلك، لأننا قلنا منذ فترة طويلة إننا نريد حلا سياسيا للمضي قدما في اليمن. إذن هو إجماع على أهمية الحل السياسي في اليمن، ودعوة إلى العودة إلى الحوار بعد مضي عام على التدخل السعودي العسكري في هذا البلد الذي عمق جراحه وفاقم أزمته.